بتبقى واقفه راس جامد، فالحمد لله ان ربنا يكرمنا ومروان اهو. بيقول ايه؟ بتقول ايه؟ بتقول ها؟ مش عارف يجيب الكلام ده منين ما شاء الله. حافظ حبيبي طبعا بنشكرك اكيد رامي ومروان وياسر، يعني كالعاده ما بنتكلم على روح النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي ما بنقولش كلام من فراغ، بنشوف النهارده الروح وبنشوف القتال. 11 نقطة خدنا 3 نقاط، فاضل لنا 8 نقاط ان شاء الله باذن الله ونحسم بطولة الدوري. مبروك يا ياسر ومبروك يا مروان، حابب تقول ايه؟ حبيبي الله يبارك فيك.